السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. موضوع الساعة هو محمد السادس، لأنه ملك البلاد والعباد. رضا تويجني، هذاك محمد رضا تويجني اللي فقدير كينعس الناس، اللي هو ملكي حتى النخاع. أخ خنوش المحروقات والغلاء بالمغرب، والغلاء بالمغرب. إذن موضوع تاع الساعة غادي نتكلموا على هاد السيد هذا اللي دائما كينعس الشعب، ودائما كاين حجج دامغة على أن الغلاء مرتبط بأخ نوش وبالمحروقات، اللي هي السبب ديال الغلاء نتاع الرخاء في واحد المجتمع معين. إذا كانوا هاد المحروقات هادو، الغاز، البترول، الزيت، داكشي اللي كيديروا في البشكليطة والموتورات والطيارات والباخرات، كيصيدوا لكم كيجيبوا لكم الحوت وكيديروا الخضرة الأوروبيين ياكلوها، ولا كانت هاد الغازولين والغاز وكلشي الثمن ديالو طلع ولا هبط، اللي كيتحكم في هاد الغاز هذا كيتحكم في البلاد، كيتحكم في البلاد. إذن جميع هاد اليوتيوبرز والصحفيين ودعاة الإصلاح والملكيين والعبيد تيقولوا لنا وكيعاودوا لنا بحال غير هما اللي قراو، وحنا مشينا قرينا في اللوحة حفظنا في المسيد، بأن واحد هو اللي متحكم في هاد الشيء هذا، وواحد هو اللي كيغلي البلاد وكيهبطها. بحال عندنا قارون في البلاد، عندنا قارون في البلاد اللي هو واحد الشلح موسخ. فين عمر الشلح في التاريخ طلع ولا هبط شي حاجه؟ جامي. الا كيف نهار كيفكر الشلح تيكون من موراه واحد الفاشي وشدت نصرانيه، ولا كان شي شلح غادي يقول لي لا يهز يديه غادي نقطعها ليه. اذا هذا الشلح هذا خنوش واللي كيقدموه لينا على انه هو اللي غلى البلاد، واللي هو اللي غلى الفلاحه، واللي هو هل أخنوش ما انتخبوا حتى شي واحد، وكان شحال هذه في الفلاحة، وهو اللي لحق الضرر بالمياه وبالعباد وبكل شيء، ومشات فيها 17 مليار نتاع الدرهم، وشحال نتاع الملايير وحدة أخرى تسلقات وكل شيء. وفين كان هذا الملك هذا؟ واش هذا الملك دائما في إفريقيا في الجزيرة؟ واش دائما في أوروبا؟ حتى كاع يكون في أوروبا ولا في الجزيرة، راه كاين تليفون، كيفاش كيتصل بأبو زعيطر وبقدور؟ ماشي قدور العروبي والدار البيضاء، وهي قدور يوسف هذاك اللي عايش في كان كيدافع على الراية والعالم الإسباني، كيفاش كيتصل بهم؟ كيفاش كيتصل بهم؟ كيفاش كيشوف الذهب واش طلع ولا هبط في السوق، وكيشوف فلوسه واش طلع ولا هبطو؟ بالتليفون هذاك الهاتف داك السوكي كرون توبيش ولا وباش ولا ما ستيني مش الحيت. إذن هاد الملك ما عارف شاي، إذا كان هاد الملك ما عارف شاي خشو يمشي بحالته. إذا كان ولد الشلحة موسخ، أنا بغيت شي واحد اللي ولد أيتباهاو درار ولا أيتباهاو ملال من القبيلة ديال هذا، صوروا لينا منين هبط بوت هاد أخنوش هذا، غير بالحفا حتى البلغة ما عندوش، إلا كانت عنده أدرة تحتو، حيت عندهم غير الحجر في الارض، الا ضرب البلغة تقطع البلغة، اللهم يتقطعوا رجليه، هبط من ديك البلاد. واش واحد الشلح جا من واحد الجبل؟ فاه ماشي باه، ماشي هو باه، نفس الجبل مناش جا باه، مناش جا عبد السلام ياسين، ماشي داك المصري هذاك اللي دار داك الحزب، ماشي ديك المجموعة اللي نعشاتكم الاسلام او الطوفان، مشتو لا اسلام لا الطوفان، الطوفان غيديكم نتوما المغاربه الشعب المغربي، الملك راه غيبقى تمنيا. اذا الملك هو المسؤول. اذا هاد محمد ورضا، شوف غير السميه محمد رضا تويجني، هذا منين جا؟ هذا جا من اصفهان، هذا ما يكون غير شي اصول يهوديه نتاع دوك الشيعه بلاد المجوس من ايران. إلا قلبتو غتلقى باه جا غير في 1979 شي حاجة، من وقعت ست ملي حنا دارو الثورة في ودخل دا الخميني. إذن
هذا تيكذب و تينعش الناس. غادي نسمعوا ليه اش غادي يقول باللي الباطوات والبابورات ديال خنوش غادي يجيبوا هذاك الماء اللي كيديروه في الموتورات وكيبيعوه هو اللي كيغدي عليكم مطيشه العبيد يجي من روسيا. واش عرفتوا فين جات روسيا؟ وبعيد روسيا وكيدوزو في البحار وشحال ومن مور البحر الاحمر والبحر الاسود وبحر القوقاز وكيعمروا وكيجيو عاوتاني يرجعوا للمغرب وما شافوش المخابرات الخارجيه وحتى المخابرات الداخليه حيت كيدخلوا للبلاد. إذن فينا هو أحنوش ولا أحموشي ولا الحموشي؟ شو كلهم عندهم دوك السميات حموشي الخنوشي تويجري البعدادي العيداوي البيرودي شيكودي المراكشي على وزن شيشي شيمشيشي شي 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 تيقول لهم تيقولوا الناس راه أخنوش بمعنى إلا مشى أخنوش غتكون الديمقراطية غتكون العدالة. ها أخنوش زاد عليكم المعيشة ومش راجل كان يزيد عليكم بزاف تيخرجوا عينيكم ما تستاهلوش نتوما كاع تعيشوا نتوما غير عبيد غير ملي تكونوا كتموتوا هزوا وكتبوا لا موتوا جوعا عاش الملك. إوا العدالة كاينة في الداخل نوش الناس اللي كيمشيو ظلما وعدوانا للسجون أخنوش ماشي أخنوش ملي كيتقبطوا الناس حيت قالوا كلمة الحق وكيمشيو يجلسوا على القرعة في السجون أخنوش أخنوش كيعرف غير يحسب الفلوس وموشي ديالو راه ديال الملك باش نقولها لكم أنايا. واش كتعتقدوا بأن الملك مبوق ما شافش الباطوات مشاو جاو وما كيسمعش المغاربة تيغوتوا على الغلع؟ كانوا يقول لهم شكون هذا اللي غلى هذا الشيء هذا؟ كان يعيط وزير المالية كان يعيط المستشار الأمني ديالو اللي كيشوف كل شيء حنوش الحموشي ويقول لي شكون اللي غلى هذا الشيء هذا وغتمشي لي المملكة ديالي وعندي شعب زوين غير نتاع الحمير وعايش انا مزيان وكيموتوا ما خصهمش يموتوا عطوهم شويه نتاع ازاليم البصله البصله وشويه الماء والخبز تاو ما يغليوش عليكم غير الجوج ما خصكمش تجوجوا سافروه تعلموه طبوه العدلوه وتسدوا في ممكم كلوا البصله وسكتوا علاش ما عندوش مستشارين وفين هما البرقاقه ديالو في الشوارع؟ الملك ما عندوش مغيب الا مغيب خصو يمشي بحالته وحال الوقت غيمشي بحالته استاذ نصرانية هذه مساله لا رجع شنو صافي رفع القلم بلا غسيل الجوبه الورقه ديالو طاحت مع عند الله يكون الله نتاع السياسه ولا الله نتاع الحكم ولا الله نتاع الملوك ولا نتاع الشيطان الورقه ديالو ما سمعتوهاش وفين عمر ديال الرب نتاع شي عبد ملكي سمع شي حاجه سمعتو الملك من حزق البارح ما سمعتوش علاش ما سمعتوش شي صمون بكمون عميون فانتم لا تقشعون خشب مسنده يا ولاد اذن هاد الموسخ اللي مشي ولد قدير ومشي سوسي ومشي شلح شي باش تعرفوا ندلو لينا الشلوح الكرابز نتوما الكرابز عندكم مسؤوليه في التخلف وفي الظلم والجور والاستبداد اللي دايرينو العلويين في البلاد حيت نتوما خونه نتوما خونه قدوتو تبدلوا الديانه ديالكم وتوليو يهود واحد المجموعه فيكم وكنتو وتوما ملكيين والنخب ديالكم ملكيين وقبلتوا على واحد كيجي كيدخل القبائل ديالكم والدشوره ديالكم كيعطيهم خبيزه دويزه وتياخذ الاسرار ديالكم وتبين النسخ ديال القبائل ديالكم البربريه المتوسخه للعالم وكتفرجوا فيه وكتخلصوه اللي كيعجبني كتكتبوا ليه تعاليق حتى بشلحه لا عرفت كي ترقز انت راجل فين عمر شي ملكي شي عبد كان راجل
اللي كان الملك ديالهم ماشي راجل، تا هو مر على الهيئه والمنوال ديال الملك ديالهم. اذن قبل ما يكون اخ النوش، واش ما كانش الغلاف في البلاد قبل ما يكون شيخ النوش في ايامات محمد الخامس والحسن الثاني؟ محمد الخامس ما عمرو حكم كان تيضرب غير يلبس يصاب الكرافطه ويصاب الصباط، يوم يعلم فيه ان سارجون فرونسي باش يعود العبوده وما عرف لا شيء. الحسن الثاني 38 عام واش دار مستشفى واحد؟ واش كاينه جامعه وحده ديال بصح؟ وحده ما تعطونيش وحده ونص، مستشفى واحد واحد، ماشي مستشفى زائد سرير، مستشفى ديال بصح فيه لي بروفيسور في لاشيرورجي وفيه جميع انواع اون سور دو بولي تكنيك بولي كلينيك، ولكن غير بولي ها قبل من اخر نوش. كانت البلاد زوينه، علاش ما مشيناش في ودرنا بحال اللي مشات تركيا؟ حكم غير الراجل ما كانش مهيئ باش يحكم. واش شو لا واش كيصنعوا وكيبيعوا؟ حنا كنا صغار كنا كنصاوبوا الطيارات كنلوحوهم وكنصاوبوا البواطوات وكنديروهم في الضيط ديال الماء، كان عندنا الابداع والاسبري ديماجيناسيون. ويقتلوا لنا الحسن الثاني وحنا كنا كنلعبوا كنصاوبوا البابورات، وكانوا ديك الساعه كانت كتصب الشتاء المطر حيت مازال باقيين الرجال. دابا جاو غير الخوان الجيل ديالكم حتى الشتاء مابقاش كطيح عندكم، وكانت الضيا كبيره وكنديروا فيها الباطوات غير بالوراق وبالعواد، وجا الكوميسير وجاب معاه البوليس. هذه راه واقعيه، اه واقعيه. الكوميسير اسمو بحموش، بحموشي ولا بحموش، من بعد راه غيمشي وغادي يقرر في الاكاديمي نتاع البوليس، يمكن غادي يقرر هذا قرر لا كريمينولوجي، غادي يقرر هذا خينا هذا الحبوشي. جاو جاب البوليس قالوا نشرب وجراو علينا وداونا دوك سميتو اه مساكن كاع دوك الدراري خرجوا من بيت ثاني. ليسبري ديماجيناسيون والابداع ولا كرياتيفيتي تيقتلها في ربك وانت صغير. انا بغيت شي محلل زامل يطلع من يكون ملكي، شي محلل تاع بصح. علاش جا الكوميسار عطيتكم السميه ديالو وجاب البوليس علاش؟ يمكن كانوا كيبرقوا علينا قبل ما يجي محمد السادس. دابا نتوما كتخلصوا غير الفاكتوره ديال الحسن الثاني ومحمد الخامس. اه وي واش كتخلصوا الظلمه في الاول ديال الشهر ولا حتى كيفوت الشهر حتى مزيان والضريبه؟ وقتاش كتخلصوها؟ الى عندكم دار ولا شي تجاره ولا المرابحه حتى كيدور العام وخاصه 31 ديسمبر دو جانفير. حتى نتوما كتخلصوا الفاكتور نتاع اخطاء اللي بوتكم وموتكم سكتوا عليها. ملي كيخرجوا الشعب ملي كانوا من الرجال اليساريين كيخرجوا كيغوتوا، وكان الحسن الثاني كيضرب التليفون تيبقى فيه سبعة السوايع مع الموساد، فهمش مع الموساد مع الجنرال ديال الموساد. واش ماشي نعمل؟ واش نهز الطيارة ولا نهز الطيارة؟ كان ديما الهليكوبتر من مور القصر. فين؟ فين؟ الى الملكيين والعلويين ما داروا والو ملي كان الشعب غير 10 المليون، اش غيديروا اليوم؟ كاينه 30 مليون. ديك 10 مليون اللي كانت داروا لها عمليه ناقص هي اللي تالفه اليوم في اوروبا وفي امريكان، والاغلبيه نتاع هاد المسخين لي ميغرانتي هاد المهاجرين ما فيهمش الدل، فيهم الدل عفوا، ما بغيش يكون فيهم الدل، ولكن مدلولين هما اللي كيصيفطوا الفلوس للبلاد. 10 المليون هزت 30 مليون في المغرب. إذن فين هو الفوسفات؟ فين هو ساردينا ساردينا وجميع انواع الحوت اللي ما كانوش في شي ارض وحده اخرى؟ وفين هذيك الاراضي الخصبه؟ وفين الزيت البلديه؟ وفين هو ارقان الذهب لاسرائيل؟
إذا القضية ماشي مع محمد السادس، راه مع باه، مع ما كنتوش رجال. زود اليهودية بالكيران وداها لكم وعطاها لمحمد السادس وضرب فيها 7 مليون سميتو. قلت أنا يا ولدي عكاري هذيك راه غير مدرح ولد اليهودية، راه ما تقدنيش أنايا سميتها دير واحد 30 مليون في الشهر. في الشهر قلبتي الفيستا، قلبتي الفيستا على الفلوس. ولكن ولد اليهودية 7 مليون صحابي واش شي حاجة؟ فاشي جوج بيرات وثلاثه نتاع الويسكيات وواحد الحوليه وشويه نتاع فرنج فرايز، وواحد الصديقه جات من روسيا واخرى من اوكرانيا واخرى جات من الشيشان واخرى من مرشان. ليله واحده راه كتمشي فيها 7 مليون. ولكن بن كيران ما اش غيعرف الدنيا شنو كيدير؟ دير بحال الدنفيل. عمرك شتي شي واحد كيلقى شي دنفيل تيبوس فيه؟ لا، الله يحسن عوان سميتو. اذا غير نتسنطوا لهذا اش يقول هنايا، فهمتي؟ لان هذا الشيء هذا راه بلغ السيلو الزوبه، فهمتيني؟ بلغ السيلو الزوبه، نتسنطوا ليه. 60 مليار 60 مليون يورو، هذه غير اللي اتهمت الموندو بان شركات مغربيه هما اللي باعوا. الموندو كتخبرنا حنا المغرب عاوتاني كيما الصحيفه دو ايكونوميست الانجليزيه والصحف العالميه، كتخبرنا ان في 2021 المغرب استورد من روسيا 600 ألف برميل في 2021 كاملة سنة. في يناير 2023 يعني غير في جانفي هذا، استورد في شهر 2 مليون ديال البراميل ديال المازوت، 2 مليون ديال البراميل. فبراير 1,200,000 برميل. تصور معايا في عام جابوا 600,000، في شهر جابوا 2 مليون. مزيان لحد الآن كتعرفوا بان لما غادي يكمل التحقيق ولا تبت بان شركات مغربيه باعت لاسبانيا، هذه معنيتها في عام، في عام نقولوا في عام كيجيبوا مليون، ما نقولوش 600,000 نكبروها، كيجيبوا مليون في عام، كيجيبوا مليون هي اللي كيفرقوها على كتكون في المغرب. من بعد غتولي تجي هذيك مليون، غتولي 2 مليون، لكن في الشهر، بمعنى 24 مليون في العام. 24 مليون، من مليون حتى 24 مليون، هي راه 600,000 في العام حتى 24 مليون. عرفتي شنو هي؟ بمعنى العدد مشى 250%، مشى بعيد. علاش؟ حيت كي بالاسم تاع الشعب المغربي وكيضحيو بالشعب المغربي وكيخلقوا المشاكل للشعب المغربي تيجيبوا وكيبيعوا. طب وهذاك هذاك الباطوات وداك الشيء ديال الدوله والمازوت كيخلصوا الشعب المغربي، وداك الطاقم والرايس كيخلصوا الشعب المغربي، ولاسيرونس لان ملي كتجيب البترول بحال هكا خصك تخلص لاسيرونس للشركات العظمى كيخلصها الشعب المغربي، والفاكتوره غتخلصها انت يماك على الموشخ. اي واحد كيطبل الملك كيطبل الفساد، لان هاد اخ النوش هذا راه ميمكنش يفرعن، راه ميمكنش شي واحد يفرعن تحت ملك، راه ميمكنش تفرعن. دابا كيبينوا لكم العالم كامل تيقول بلي راه حاكمين وهذاك وفعلا والمخزن والدوله واش كتعرفوا ما معنى ملك ولا لا؟ يجيب ربك يجيب ربك، وغيجي واحد الموسخ اللي هو الصنيعة ديال المخزن غير فرعل على شي واحد اللي معيشو. واش كتعرف ربك ملي كتكون جالس مع مليك راه كيصورو ربك عريان ومراتك عريانة والفرج نتاع موت موت مك تحت عند غادي يصوروه، وغتبن بن وغيحطو ربك الملايير نتاع الفيديوهات على الترمة نتاع الخرجة نتاع مك ونسيبتك. مك ما هادو هما كيهموهمش، كيهمهم غير الترميم تاع نسيباتهم. هاد كاع زوامل حاكمين فيهم غير القحاب، تجيكم انا نرى كنعرفهم. اذا كيجيبو كيبيع، عاودو البيع لواحد الحاجه اللي ممنوع، الاوروبيين منعوا يتعاملوا مع الغرب، منع يتعامل مع رواسه، داير الحصار على رواسه. وهمايا كاين دائما تجار الازمه، ومحمد السادس قلناها وعاود قلناها، راه
قريناه وخلصنا عليه في المجالات، وجاو الاساتذه من كل حدب وصوب وجميع اللغات وقراوه، داروا ليه لا ليكتور نتاع هادي ونتاع هادي وجميع المناهج الفلسفيه والتيارات الاقتصاديه والقانونيه باش يكون راجل يسير بلاد. ومشى ولد القحبي تيسير المصالح ديالو، هو ماشي ملك، هو بزنس مان، وهذا السيد كيدير بي دي جي، كيسير المسائل ديال الملك. انا يا يعطيني الفلوس وكيخصو يخلصني خمسة د المرات اللي كيخلص هذا قنوش، نسي احسن من قنوش. وبحال هذا الشلح هذا اللي كيهضر كيقول قنوش، انا هز ربك انايا وندرك في شي سطل ديال الحديد، شي سطل ونخوي على ربك السيمو ونلوحك في اعالي البحار. وستات نصرانيه. اذا ما تبقاش تقول لنا اخنوش، اخنوش راه غير خدام، هو جهه وكيسبوا فيه الشلوح والعروب ودكوله والشاويه والملائكه حتى هي كيسبوه. وشكون اللي ضرب العقه؟ هو محمد السادس. محمد السادس هو البزنس مان، راه مايمكنش تدخل من المغرب وتجي للمغرب بحال البلاد كتبينوها بلي راه زريبه، ما كاينش المخابرات، ما كاينش الناس نتاع وزاره الماليه. شكون اللي في الديوانه؟ راه وزاره الماليه هذيك، راه الجمارك تبع وزاره الماليه، واخا داير عندك ليليفورم بحال البوليسي اللي سميتو، راه وزاره الماليه هذيك. واش انا مدخل بشكليطه خلصت عليها، دخلت باري فوتو قلت خلص عليها، قلت لي ما نخلص عليها غنخرجها، قلت نتبعوك في باسبور، قلت لي تبعها في باسبور، تبعتها في باسبور، دخلتها ملي خرج قال لي ها هي، وريتها شاف الباسبور قال لي الكاميرا، وريته لاباري فوتو وعاود وخرجتها معايا. وغيجي الباطو كبير ويجيب جوج المليون يوميا، وما غاتوصلش الخبار محمد السادس. زعما حتى واحد تما ما غيبغي يشريها لولد الشلحه، زعما فاسا غيغمضوا عينيهم وغادي ينعسوا ويقولوا ولد الشلحه خليه يولي ملياردير. اذا كراكشوز نيبارو وبوزعيطرا مكي اللي كيتعز الملك ما كيبانليش بلي ديك الخرزه نتاع الملك راه كتنشف، وغيموت ليه الملك وغطير الرب نتاع بوزعيطرا والملوك نتاع الدنيا كاملين، ما يقول ليه شي هي راه هذا الزغزغ راه يحبس واحد النهار. راه اخنوش راه هما دار ملي كنقول اشنو سي تلقى ليهم، انت كتسلخ الناس اللي قال عليهم المرابط، قال لك كيسلخوا الناس سير سلخهم. عرفتي شوفوا نتوما الملكيين اليوتيوبرز، نتوما غير زوامل، انا كنعرفكم ولد البراكه الزامل، ولد الدار الزامل اللي تزاد في شي قشوقه. ما يمكنش ملكي الا يكون زامل، الا بغيت تكون الزميل ديالي والرفيق ديالي وكمراد دو كلاس دو كومبا، ما تبقاش تقول بحال هادشي. هذا راه ما تنعس حتى شي شعب، انا غير نطلع حمار وغيطير الملك والملكيه والالهه، وما عند ربك فين طير وغادي نحاكموك. انا قلت لكم وعاود نقولها لكم، غتلبسوا الخنشه وغتاكلوا فيها وتخرو فيها وتبولوا فيها، وما غتاكل ربك غير اللي غنعطيك. الروج من الشينوا راه فابور، قال الحكمان راه خصو يعطوني شي 700 طن نتاع الروج، وفيه بزاف ديال الملحه وداك البينيس سوي كيكرون، ما تاكلش ولي وكل ربك تبقى حتى يجيك الجوع. انا ما زربانش، انا راه 50 عام وكنتسنى، ما غنحكم على ربك، غادي نتسناك 3 ايام 4 ايام 5 ايام يجيك الجوع وغتاكل هذيك الملحه اللي غنعطيك، حتى انا ربك ولا ربي خلقك من علاق انت ومن نطفه انت، ملي غنجيك انايا نقصر العمر ديالك وسير قرا ربك، لا جينيتيك ولا لا جيو فيزيك بيمشيك، انا جاي ندير ربكم الموسخين. فيما كاين شي ملكي موسخ نتسنطر هذا الموسخ حتى هو. البترول الروسي، الاتحاد الاوروبي غادي ينزل على المغرب. اولا الاتحاد الاوروبي غادي يعاقب هاد الشركات المغربيه، وغادي يعاقب في نفس الوقت اصحاب هاد الشركات. مزيان، غير اللي يديهم عندهم كاع يحكموهم شغلهم هذاك. و 28 افريل يعني هذه واحد الربع ايام، خرجوا ثلاثه ديال لي طونكير كبار من روسيا متجهين الى المغرب
هازين 170 ألف طن ديال الغازوال وجايبينها للمغرب. هاد الباطويات راهم في الطريق جايين للمغرب. 170 ألف طن منهم يعني عن طريق التطبيقات وهذا باش يعرفوا دوك الباطويات واش غادي ليفريو في الميناء ديال طنجة ولا فين غيمشيو. الأولى والتساؤل الأول، هاد البترول ولا هاد الغازوال اللي كيتكلموا عليه دابا اسبانيول والاوروبيين اللي مشى ليهم من اسبانيا، كتعرفوا بان دخل الطونجي ميد وعاود خرج. يعني هنا هاد الشركات استعملوا المنشات ديال الدوله باش يراكموا تاع الشعب المغربي ارباح خياليه. ايوا ايوا دابا الى هذا عنده المعطيات تقولوا لي اه وي قرا الجريده نتاع الموندو البايسو هادي لا بوتانا هادي. الملك هو ما تيقراش الجرائد؟ الملك ما كيفيق في الصباح قبل ما كيجيوه قبل ما كتحط المائده تيخرج كيلقى المائده محطوطه كلشي مصوب فيها والجن ديالها كان واحد الطبيله صغير كيقرا بحال هذا الشكل هذا وفيها الجرائد. عندها كيدخلوا لكم في دماغكم الحمير بلي راه ما قراش وما كيتكلمش اللغات، كيتكلم الصبليونيه وكيتكلم الفرنسيه اللغه العربيه والانجليزيه. اذا اش كيدير؟ كيتحطوا جميع الجرائد وهاد الجرائد هادو كيقطعوهم ليه. وهاد الجرائد هادو انا كنعرف الملوك حيت انا مدير تاع الدوله اللي عارفه غادي تطيح، كيجيبوا ليه الجرائد والسيد غادي يفطر. تقول لي ما يمكنش غادي يفطر والجرائد موسخين وفيهم داك السمخ ولا اللي دام ولا المداد يوسخوا ليه يديه. لا يا الحمار بالحمار، راك انت غير موسخ ومالك وعبد، وراك هنا في المدرسه تاع علي فيريتاس تي في، المدرسه الواقعيه. السيد اللي كيجيب ليه الجرائد وكيتشراو الجرائد كاع الجرائد والمجلات كل صباح تيقب دوك الجرائد. اسمع الحمار، كتحدد الجريده بالمصلحه الحمار مرو يخلص الدولمه، راه داك الملك جدو هو القلاوي. اذا كان القلاوي في يمات السيبا عندو الخير، علاش ما يكونش عند فوسط العاصمه حدا الترمه ديال العكاري؟ اذا كيحددوا هاد باش كينشفوا داك سميتو. من بعد تيقطع بالمقصي، تيقطعوا وتيخدوا غير داك لو تيتر والموضوع اللي غيليق بجلالته. حيت قبل ما ياكل وهو تياكل خصو يعرف اش وقع في العالم. هادي اولا. ثانيا، كل دولة في العالم كاين السفارة ديال المغرب الأحمر بالأحمر الملكي، وفي هاد السفارة هادي عندهم واحد الماكينة كبيرة كتكون مع الدخلة، كتكون في لاكاب، كتكون في واحد البلاصة وقدها كدا. أنا شتها في وزارة الخارجية في العاصمة، وشتها في المكتب في الوزارة حدا المكتب ديال وزارة الثقافة ديال فرنسا. كتدخل لا كروند كور على يدك اليسريه، كاين الدروج باش تطلع البروميتاج، كاين الكوزينه، كاين على تما تما. وكتعلم كان المكتب ديال واحد الوزيره ديك الساعه في الثمانينات اللي كانت الصديقه ديالها. انا دخلت ليها انا ذاك المكتب. اذا هادي اش كتسمى هادي؟ واحد الماشينه وتيقبطوا ليها تتوقع شي حاجه في واحد البلد مثلا في طاليان ولا في امريكا ولا شي حاجه، كيسف تك تك وكي داكشي كيخرج في ديك الماكينه. كاين عنده في القصر حتى هو نيه، ولكن كاينه وحده في وزاره الخارجيه. وفي الخارجيه تيكون واحد الموظف كاينه في لاكاف، المجال كتخرج شي صفوفه شي 10 نتاع الصفوفه دوك الوراق بحال شي كيس بحال هكا غير ساك ساك ستوب ساك ساك ستوب ساك ساك وتيقرا واحد خينا تيقرا المسائل المهمه، تيديرها في واحد الملف وكيطلعها، هو تيكون خدام بالليل.
كتلعب لي وكل واحد من النهار كتلعب كيحطها في المكتب ديال وزير الخارجيه، تيقرا وزير الخارجيه تيقول هذه مهمه هذه مهمه هذه مهمه خص تمشي للملك. داكشي كيمشي للملك، دوك الملك تيفيق، عارف اش وقع في البلاد وفي العباد، عارف اش وقع وفي البلاد وفي العباد. اذن ما تعيوش ريوسكم، والملك مريض والملك ما كيصليش والملك عنده الحمار والملك لا، الملك راه تيعرف، راه تيعرف تيعرف، وهادشي اللي كيتباع وكيتشرى في دي مليار دي مليار كيمشي لاكاس نتاع الملك. دير هذا خدام نورمالمون خص تجيب شي واحد اللي هو ان بي دي جي يتكلف بحال هاد المسائل هادي، هذا كيدير كل شيء. حيت علاش؟ حيت ولد الشلحة خص يكون في الواجهة، كون كانت عنده شي سمية زوينة راه ما غيحطوش، حيت السمية نتاع الشلحة خنوش. ما تاخذ كاع شكون خنوش هذا اللي قالت الفاسية اللي كنت صغير ديك الساعة، كان سميتو كانت الحكومة الأولى وداك الشيء، وداك اللي عندنا صغير كيكرون، وكان عبد الله ابراهيم، وقالت لها مشي فرنسيه، وكانت واحد العربيه وقالت على قلة الرجال ريح الزبل، على قلة الرجال يحكمنا الشلح، الشلح يدير عندنا الوزير الاول. انا صغير ودخلت لي فراسي هذاك كيلعب بالترومبيه ولا بالبي ولا وبقات. وكيفاش هذا جابوه كيمسحوا فيه، وخرج هذا وتي ولا اخر يقول لك اخنوش، كلهم تيقولوا اخنوش كلهم، زعما حتى واحد فيهم ما عنده عقل يقول هذا اخنوش. وزير الاول حنا ما انتخبناش عليه، شكون اللي داروا الملك، شكون كيعين رئيس الحكومه؟ الملك، هو الملك اللي عينه، راه خصو ها خص الملك يوقفو. بوزعيطر ما قالهاش للملك، مجيدي ما قالهاش للملك، الهمم ولا الهمه ولا الهموم ما قالهاش للملك. اخنوش ما يقدرش يقول اخنوش غير بوليسي صغير كيكران، يقول اجي تسار معايا في الطياره ديالي ويلوحهم الشرجم. اخنوش يدير راه اللي عنده الفلوس هو الحاكم، ها هذاك غير بوليسي، نجيبو كوميسير واحد اخر، عطا الله لي كوميسير اقرب بار، دخل تلقى شي كوميسير كيضرب الطاسه، قول ليه شرب اعطيه قهوه، اعطيه قهوه كحله واعطيه شويه نتاع الحامض، هاني اجي انت هو مدير الامن. صافي شطت نصرانيه. ها هي الفتنه في البلاد، وفينا واحد الحموشي، وفينا الخارجيه، وفينا هو الجنرال نتاع الخارجي نتاع المخابرات، والجنرال نتاع جدرميه اللي هو حل عينيه وحاضر عسكر كيدخلوا البطوات وكيجيو. دابا تخلوا معايا هاد البطو غيكون عامر بعساكريه وعندهم طنوقه ويطلقوهم في العاصمه. الى ولد الشلحه شي نهار اتفق معايا وتحالف معايا باش ندير امبراطور، راه غير دخلوا نديروها. اذا قلتوا المخابرات ما كيشوفوا شيء ومحمد السادس ملهي، وين ندخلوا للجنكلة؟ كاين شي واحد في المغرب في البلاد؟ ما كاين حتى شي واحد. نو مان سلاند صافي، هي ديالتي. راه بحال هكا تيديروا لي بيرات وكيدخلوا لشي بلاد، غير لي بيرات، كاع التاريخ نتاع الجزر والدول اللي تستعمروا راه ما استعمروهمش العسكر، راه غير لي بيرات. واحد تيقول لاخر ايه بالك شي واحد، تيقول لي فين، تيقول لي لا ما كاينش شي واحد، الارض خاويه الارض ديالنا. وهكا تبدا الاستعمار، لي لو تريزور كانت بحال هكذا، تدخل شي بيرات ها وتستعمر الدوار، وملي كيستعمرهم لي بيرات الاستعمار كيمشي سنين على عدده. حنا نديروها بالباطو لا ولد الشلحه. صافي ولد الشلحه سمعتي الميساج؟ ها ايوا تعال نتفاهموا شي شويه وباش نديروا انقلاب. نديروا طريقة سلمية، الرجالات ديالي ما نقول لهم ما تقتلوش. إذا هادشي اللي تيقولوا هاد الناس هادو راه لا يجوز، فهمتيني؟ هادي تفروزات ليا
اذا كي غنديروا ليها ما بغات شيء، اذا غادي نشوفوها بطريقه واحده اخرى، غنطلعوا هذا على اي القضيه. البلاد مشات والناس كيطلعوا كيقولوا شي كلام لا يجوز، لا يجوز، لان هنا كاين جوج الحوايج. الى هذا الملك ما سيقش الاخبار، هذا راكم سمعتوا اش قال، بان الوزاره والمسؤولين في اسبانيا غيديروا تحقيق، ولا تبت بلي ان هذاك الباطوات وهذاك نتاع المغرب حيت كيهز الدرابو نتاع المغرب غادي يجي يديروا غيعاقبوا المغرب وغيقولوها للمجتمع الاوروبي، والاوروبي غيعاقبوا المغرب، بمعنى العقوبه ما غاتمشيش للملك وما غاتمشيش لاخر النوش. شكون اللي غيتعاقب؟ الشعب المغربي. من واحد الانسان كيسرق 5 المليار وما كيدوش للسجن، راه المغربي اللي تعاقب، غياب العداله وغياب ديك وداك السلطات كامله في يد محمد السادس وعدم استقلاليه القضاء، هذه راه عقاب شديد للشعب المغربي. الاراضي كتعطى شو شحال من واحد دا شحال من مليار، وكيزيدوا كيجيبوا الملاير باسم الشعب المغربي. راه ما تقوليش الملك ما عارفش، هاي الا ما عارفش خصو يمشي بحالاته، لان اللي كان ملك خصو يكون عنده ملكه ديال الفكر، ملكه نتاع الحكم، ملكه نتاع انصاف الناس، ملكه ديال اعطاء لكل ذي حق حقه. راه يمكنش تكون ملك عليا وانت مكوز وولد الشلحه داير في البلاد ما بغى، انا بعدا غنطحن ديال نربو لحديني ما من الطياره ماشي كوم سا. انت ناعس، ايوا الا كنتي مشي انت ما ناعش شاي وانت اللي درتيها راه تضارب نتاع المصالح هنايا. قال لهم يا ودي تكلموني على فهمتيني، كاين تضارب نتاع، كاين تضارب نتاع المصالح، ما كاينش المغرب، كاين تضارب هنا نتاع المصالح. إذن كانت تضرب نتاع نتاع المصالح، راه ما كدارش هي، راه ما كدارش هي، ما كدارش، ما كدارش. اجي نجيبوها دخينا هنايا، نجيبو شي شويه هنايا، لان ما غنتسنطوليش كامل لانه غير كيرجف. اوكي نتسنطو ليا ابتداء من هنايا، ها هو تبدا كيفروزي اقتصاديا في الدار البيضاء، الواحد اللي ثقيل وفي عمليه بعمليه حسابيه بسيطه، الغازوال الروسي اللي داخل هنايا الستاسيونات ويتخلص عليه لاتيك ويتخلص عليه كل شيء. حنا المواطنين الا مشينا للبومبه ديال ليسونس غادي نخلصوا المازوت ب7 دراهم، غادي نخلصوا السوبر ب8 دراهم. درهم علاش كنخلصوا ب 12.08؟ علاش كنخلصوا ليسونس ب 14 درهم دوبل على بشحال خصو يبيعوه لينا؟ يلا شوفوا معايا الخلل فين كاين. مجرمين، انا غادي نصيفهم بالمجرمين الحراميين، كتشفروا الشعب المغربي بشكل يومي، كتشفروا هذا الوطن، كتشفروا المغرب كامل. علاش اليوم غادي نطبلوا على مبديع؟ علاش اليوم غادي نطبلوا على شي رئيس جماعه ولا شي بوليسي ولا جدارمي ولا هذا ونديروا منها ما عرفت شنو، وحنا ما قادريش اليوم البرلمانيين ولا غيرهم حتى هما يفتحوا تحقيق على هذا الغازوال الروسي والثمن الحقيقي بشحال خصو يتباع ويدخل في الاعماق، لان راه كاين لا فاسيفيكاسيون ديال لي دوكيومون. جبتو من روسيا كما قلت لكم، نقدر ندوزو على شي غافينغي، نقدر نستوكيه في غافينغي، نقدر نخرج الوراق بين ستوكيت ونجيبو، نقدر تكون عندي شركه ديالي انايا في لي سيشيل وغادي ندوز عليها لي فاكتور، والمغرب لانني الجماريك وحتى شي واحد ما يقدر يورك عليا غنديكلاري ما بغيت، ونديكلاري انا جبتو كاع ب 10 دراهم وراه كيتباع في لابومب ب 12 درهم. علاش هاد الفضيحه كاينه عندنا حنا في البلاد؟ واش هاد الشركات المحروقات ماشي مجرمين؟ ماشي مجرمين، هادي راه فضيحه، هادي هادي بوحدها خاصها البرلمان، خاصها المجلس الاعلى للحسابات يتدخل، خاصها النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه تدخل، خاصها اجهزه الدوله فينا هي لجنه المخابرات الخارجيه وتجبد وكيفاش وعلاش وشنو؟ علاش هادشي كلشي ما كيدارش؟
حيت الملك هو ملشي المغرب، لان رئيس الحكومه واللي كيحكم اليوم في المغرب واللي حالف ما ينزل من ثمن المازوت وثمن الغاز وثمن الاكسجين، وراه بقى لنا واحد شي شويه، بقى لنا غير شي حاجه، وحتى الصلاه غنوليو نخلصوا عليها في الجوامع، وغنبداو تخلصوا على حساب الركعات، شحال ما ركعتي كيحسب لك الكونتور، وفي الخرجه بدا تخلصوا، وهادشي الا ما زادوش الثمنات ديال كل شيء، وحالف ما غادي يطلق من ما غادي يرخص الثمنات حتى يرجع الفلوس ديال المقاطعه، حتى يرجع الفلوس ديال الدعم اللي كان عطى الكوفيد، حتى يرجع الفلوس ديال الحمله الانتخابيه لان راه تقامت غاليه بزاف، فلوس صحيحه تحرقات، حتى يرجع حتى يرجع حتى يرجع، وحتى يعرينا حنايا ما يبقى المغرب على فوهه بركان، وهاد الشركات ديال المحروقات خدامين كيشفروا في الجيوب ديال المغاربه، ما مسوقينش نوض تقلب ترون في المغرب، ما شغلهمش هما، ما شغلهمش. وتصوروا معايا شركات مواطنه، شركات اللي الدوله المغربيه حفاظا على القدره الشرائيه والسلم الاجتماعي، الدوله المغربيه هي غتجيب من روسيا، حنا ما قلنا ما مقاطعين، هما دايرين معاهم مشاكل، وغادي نجيبوا ملايين البراميل، وغادي انا نبيع للشركات ديال المحروقات، واخا ليبرال وهذا، ولكن في هذه الظرفيه الصعبه اللي كيمر منها المغرب، الدوله غادي تجيب وتبيع لشركات المحروقات، وغاتامبوزي عليهم الربح، هامش الربح ديالكم لمده سنه. انا الدوله المغربيه ما ينوضش يصدع في الشارع، خاصني الانتعاش الاقتصادي، لان المازوط ملي كيرخ دابا تيهضر الدوله المغربيه، هذه الهضره راه واقعيه هذيك، ولكن من تيكونوا حاكمين الرجال، ومن ما كيكونش التضارب نتاع المصالح، راه الملك هو المعضلة، له هو السبب، الملك راه ماشي حل في المغرب، الملك راه هو المشكل، راه الملك اللي غتيبيع الخبزة وتيبيع كل شيء، الملك إنسان جائع، راه هكا بداو العلويين بالجوع والنوع، وغيكملوها بالجوع والنوع، وتينهبوا وغيسرقوا كل شيء، وغيمشيو، حيت غيمشيو، هادي راه داخلة في الفناء والخراب والنهاية ديال واحد السلالة كتهبط بواحد الثقل ديالها. واش عمرك شتي نجيرة في نجيرة في واحد الجبل كينجرف كطيح، كطيح واحد الثغرات اللي قالوا شلوه واحد الصخرة، وكتضرب الرب نتاع النبات وشي معزة وشي حلوف وشي سبع وشي شجرة اللي لقاتو هي هافضة لا شوت ليبر، نظام طايح. علاش كطلع وتنعس المغاربة؟ راه رفع القلم، وانت انت دابا غتقولها وغنشرحها ليك، لان الحق ما شهدت به الاعداء. بقاو حتى الاخر وغتعرفوا الحق فين كاين. خاص الكاميونات الباطويات كلشي كيرخص، والدينامو ديالنا هما الكاميونات، هما الكيران، هما الطاكسيات، الدينامو ديال الاقتصاد، وعندنا البواخر ديال الصيد الساحلي. علاش كلشي ساكت؟ كاينه شي حاجه ما مفهوماش في الدوله، كاين شي حاجه اللي ما مفهوماش وكتنهب جيوب المغاربه، كاينه شي جهه اللي ما مسوقاش لمستقبل هذا الوطن، ما مسوقاش الملك، الملك تنوض ولا ما تنوضش ولا هذا، ما عندناش مشكل حنا، الا طرات شي حاجه نزيد كاع بحالتي لبرا وصافي، ماشي مشكل. الملك سيد رئيس الحكومه هو اللي عنده الجزيره، تكيس على هذه البلاد هذه، هادشي ديال تحمل مسؤوليه التحقيق ديال السلطات الاسبانيه، كنتمنوا يمشي بعيد ونعرفوا الحقيقه. هاد البواخر راني كنسق مع شي ناس اللي خبراء في هادشي ديال البترول، باش نجيبوا خبيرات كافيه في هاد الموضوع ونتكلموا عليه ونفضحوا هاد الوضعيات، هاد ديال المحروقات. انا كنسميهم مجرمين، لان ملي كتقيس الوطن والاستقرار ديالو مجرم، خونة اللي بغيتو، اللي بغيتو، سمعوا اللي عجبكم، سمعوا العبيد، سمعوا العبيد الملكيين الخونة، تيهضر على عدم استقرار، على الفتنة اللي جاية، على الفوضى اللي جاية، الدماء ديالكم اللي غادي تسيل، وتيقول تيلخصها في واحد الشخص اللي هو يا أخ النوش.
هي الفتنة الأصل ديالها هو البلاط، وهي الدولة، هو المخزن، هو القصر، هو محمد السادس. ما تبقاوش تطلعوا تقولوا لي ولا تقولوا للإخوان الآخرين بأن بغيتوا الفتنة في البلاد. لا، الفتنة أكابر مجرميها اللي قالت الآية القرآنية. الآية القرآنية كتقول لكم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ما قالوش على ولد عكاري. أنا باقي ما وصلتش لذاك الطرف، أنا كنت حاكم عليكم، أقول لكم على القضية، قلت لكم تمشوا للحبس، أنا ملكيين بدون استثناء. أي واحد، أي واحد غير لقي عنده تصويرة نتاع الملوك، هذه جريمة ضد الإنسانية. شو هاد الموسخ هذا دير الصور نتاع ثلاثة ديال الملوك؟ واش محمد الخامس أنا غنديرو في المنزل ديالي؟ واش ندير محمد الخامس ودير الحسن الثاني 38 عام؟ ما قدرش الحسن الثاني في 38 عام واش يدير بنية تحتية ويدير لنا علم الصواريخ وعلم البحار وعلم النجوم؟ يدير لنا غير واحد الأمير وشي أميرة عندها شي ترمة زوينة من تخرج. أميرة ويخلي لنا شي أمير قوي الشكيمة، راجل استراتيجيست، وكنشوفوه تيطيح من السما باراشوت زعما كاين معاه، وكيشوف الطيارة وكيسير البلاد وما نطيحوش في هذه الأزمة. إلا كاينين حنا اليوم في أزمة مالية سياسية اقتصادية تجارية، وخاصة أزمة القيم الأخلاقية، كاع الشباب ولاو زوامل. راه شكون المسؤول؟ الحسن الثاني. انا ما تخرجش تقول لي راه اكسيدون كروموزومي كولا شي شي الهضره هادي، مي عرف شي ولد كبير قدش عليها، قول على ولد العكاري يتحمل المسؤوليه، راه انت قدام الله والرجال وانا نقد عليها. ودابا كيطلع هاد الموسخ هذا ما عرفتش كاع الاصول ديالو، التويجني هذا ما يمكنش يكون مغربي هذا. ودير التصاور نتاعها شتوم محمود الخامس معمرو بالسروال، الحسن الثاني ارضع بالزوله نتاع اليهوديه، اليهوديات كان عندهم بالزوله ولكن هو رضعاتو، قد يفاش الجيني تكون كيما خدنا سيبك من الدنيا فيها، ماشي عيب الا تعزت شي يهوديه زوينه حتى مسخونات كياكلوا مزيان وداكشي وتعرفوا سيكسي فيكسي. جيب محمد السادس شتيه لابس اللون الصفر، وشتي دوك عندوك الأئمة والفقهاء تلبس دوك الألوان تاع حواني حواك الستر، شتي تنسى الثقافة هادي؟ غير قيم أخلاقية اللي عدات بنا لهاد الشي هذا. إذن هذا مسكين، يمكن لكم تصفون بهم هاد الناس هادو. حتى ليمتى غتبقى الدولة ساكتة على الجشع ديالهم؟ الله أعلم، كاينين أسرار اللي حنا مواطنين بسطاء عاديين ما نفهموهاش، ولكن راكم كتلعبوا بالخطر، كتلعبوا بالخطر. دابا عم كيهضر مع الدولة اللي هي الملك ولا مع بوخنشة؟ بحال اللي كتمتحنوا الشعب المغربي والصبر ديالو، سيد حكم، لا لا غادي يصبر شوية، زيد نقدروا ولا شي تجربة كتجربوها فيه، ولكن النهار اللي الله يحفظ إلا وقعت شي حاجة كي غديروا ليها؟ وعلاش حنا غنخليو حتى توقع الحاجة؟ وعلاش غادي نجوعوا الشعب المغربي باش يبقى كيتخبط مع رجليه ويتخبط مع الكريديات وما يقدرش يرد الكريدي وخصو يهرب ولا خصو ينتحر ولا خصو يشد الفلوكه وعايش وشي ناس غير كيربحوا الوقت بلاص ما يمشيو لصلب المشكل ويعالجوه والمغرب والشعب المغربي يعيش في رفاهيه وطمانينه وعايش مرتاح والعائلات الراجل ومرته ووليداته يمشيو للمطعم يقدروا يسافروا مره في الشهر خارج المغرب ولا داخل المغرب وهذا يقول لا احنا مضاربين مع الكريديات مضاربين الناس اش غادي ياكل مضاربين مع كرشهم سياسات الالهاء محيحه هذا راه واقع هذا واقع شي شي باش تعرف هاد الخوانه هادو المهم الله يدير شي تاويل الخير وغنبقاو متفائلين وكنقول لكم كيفاش تكون متفائل والبلاد غاده في الغلا خير وسلام راه داك النهار حلمتها ودابا عاود حلمتها فقط الصباح عرقان
مالك رضا؟ والو، حلمت بان الملك وفرحان مع راساتي كنقز بخير. الملك طير عز اخنوش، تعديل حكومي حيد جرع على كل شيء، هذوك الخبثاء مره في الشهر خارج. سمعتوها اش قال في القضيه ديال الحلم؟ انا محلل، والمحلل تيحلل حتى الحلم. راك شفت اش وقع مع قضيه؟ قال يا ابتي اني ارى في المنام، فهمتيني، اني اذبحك، ارى في المنام اني اذبحك. قال يا ابتي افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله مع الصابرين. وسمعت الاخر قال لي يا ابتي اني رايت في المنام 11 قمرا والشمس. ها بها تقص رؤياك، حيت ديك الرؤيه اش فيها؟ فيها خبر اليقين. لا تقص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك. وهذا يوسف هذا وخبه نبي، هو غيكون نبي وباه شرح عليه، قال لي ايه ما تقولهاش لخوتك. ولكن واش المصير ديالو هو المصير ديالو؟ لقاوه في اليم ولا في الجبي وداوه، وتباع دراهم قليل معدودة بخسا، وكملها في القصر ويكملها في الحبس. وقال لي وغيحلموا الاخرين وهذا وهذا. وشتو الملك نتاع مصر فرعون؟ قال غادي يحلم وغيقولوا ليه هي راه شي واحد من بني اسرائيل غيدير لك الملك. قال دوك الدري اللي تزادوا ويقلبوا عليهم عند بني يهود، عند بني اسرائيل. ومع ذلك هذاك اللي غادي يكبروا في القصر ديالو هو اللي غيعبي لهم العجين. سمعتوا هذا اش قال؟ قال لك سيدي حلم خير سلام، حنا غنقولوا خير لنا وشر لأعدائنا، بمعنى الملك والملكية والمملوكين وكاع دوك العبيد والخونة، خير لنا وشر لأعدائنا. قال لك حلم هو عرقان، هو عرقان. شكون هو الرأي؟ هو تويجني. وشكون هو الراوي؟ هو تويجني. ماذا رأى؟ انه عرقان. واش العرق مسألة طبيعية؟ وقتاش يكون عند الجري وداك الشيء وتيكون واحد التعب عاد تيخرج، ولا تيتخلع شي واحد؟ وهو العرق في المنام حسب المفسرين جلهم واعظمهم واخيرهم يدل على قبح الاخلاق، لان اللي مقبول انسان ما يكونش عرقان، حيت الانسان ما تيكونش عرقان تيكون نقي وطاهر. الانسان ما تيعرق، العرق كتفوح من واحد الرائحه، لان الانسان ما تيعرق من الخلايا، داك النتوءات ودوك الثقب اللي تيكونوا في الجسد ديالو تيخرج منهم واحد الماء، وهذاك الماء تيعبر على الاكل اللي كلاه الانسان، وكان في الدم تاع الانسان وفي المعده ديال الانسان تيخرج. إذا الإنسان كلا كسكسون تيخرج رائحة تاع كسكسون، إذا كلا عدسون، إذا كلا بقالون، ولا كلا تومون أو بصلون. زائد إذا كانت التوابل، ملي تيخرج هاد الماء هذا من الجسد واحد الرائحة، واحد الرائحة. إذا ماذا يجب على الإنسان الذي خرج العرق من جسده أن يقوم به؟ يجب عليه أن يغتسلها. كلكم كديروها مزيان. العرق في الحلم يا حبيبي هو يدل على قبح الأخلاق ديالك، القيم الأخلاقية، أنت عندك غياب في القيم الأخلاقية، في الأخلاقية. وأنت يا أي إنسان عاقل، أي إنسان موضوعي، يعلم علم اليقين أنك أنت تدلس وتكذب وتستحمر
الشان، بمعنى انت ما عندكش قيم اخلاقيه. وقد تدل وقد يدل هذا الحلم والرؤيه على مخاوف ومصائب انت تتعرض لها، انت ستتعرض لها في ايام او اسابيع معدوده. كما ان العرق وكثره العرق في المنام للرعي، بمعنى انت ايها رضا محمد رضا، يدل على خسران ومصيبه ستصيبك في مالك. هذا اذا صح هذه الرؤيه، انها تقدر تكون مجموعه متاع اضغاط اضغاط، وما نحن للاضغاط بعارفين وعالمين ومعبرين ومحللين، لان الرؤيه ديالك راه ما اكتملت شيء، كاين شي حوايج ما قلتيها شيء، قلتي رايت الملك وما قلتيناش واش واقفون واش جالسون واش نائم على ظهره او بطنه، واللون نتاع الملابس والملامح ديال وجهه، ومن كان على يمينه وعلى يساره، وما قلتيناش الفصل نتاع السنه واش صيف خريف، لكي تكتمل لدي المعلومات والمعطيات لكي اقوم بتحليل انثروبولوجي سوسيولوجي سياسي واتنبأ بما سيحصل في القريب العاجل. على اي، انا عندي معطيات كثار من هذا الشيء ديالك و ما قلتيش كل شيء، على اي غادي نتصنتو ليك، لان الحق تتفوه به الاعداء. المغرب ولا داخل المغرب وهذا يدور، لا احنا مضاربينها مع الكريديات، مضاربين الناس اش غادي ياكل، مضاربين مع كرشهم، سياسات الالهاء محيحه وغادي وصايقين البلاد. هذه حكومه، هذه المهم الله يدير شي تاويل الخير، وغنبقاو متفائلين. وكنقول لكم كل خطره، راه عاوتاني البارح حلمت هذه الحلمه هذه خير وسلام، راه داك النهار حلمتها ودابا عاود حلمتها. فقت الصباح عرقان مالك رضا والو، حلمت بان الملك وفرحان مع راساتي كنقز بخير الملك طير عز فرحان فرحان وتنقز. الفرح شي حاجه اللي هي طبيعيه، اللي هي محموده في اليقظه، ولكن في المنام يشرح الفرح والغبطه والسرور بالنقيض اي بالعكس. خير لنا وشر لاعدائنا. هذا الفرح ديالك والضحك ديالك هو الحزن والغم، بمعنى هذاك العرق عنده يعني كوغيلاسيون، كاين واحد النصا وكاين واحد شي حاجه غدا، واحد تتبع فهاد الفتره اللي كتقول في الحلم، حيت كاين مسائل ما قلتيها شي، لانك انت ما كتعرفش الاحلام وداكشي ما قلتيهاش، ولكن قلتي فرحان فرح قرح. فرح قرح، الفرح كيتشرح بالنقيض ديالو، بالعكس ديالو، بالتناقض ديالو. الفرح تكون في الواقع نتيجة لشيء معين. الفرح هو حالة كتخرج من الوجدان، من كن وداخل الإنسان. انت غادي تفرح كي غتشوف الملك. اذا قلنا العرق شرحناها، فرح قرح بمعنى حزن وغم ومأساة ودرامية، وقلتي متى
عند رؤيتك ومشاهدتك ومعاينتك لمن؟ للملك. من هو الملك؟ الملك هو الله سبحانه وتعالى، هو الباقي والدائم والأزلي والثابت، ولا متناهى. الملك هو الذي به الملك، يؤتي وينزع، يعز ويذل. هو الذي خلقكم من تراب، وهو الذي عاوتاني غادي يردكم، ها؟ هو اللي كيحيد الأرواح. الملك اللي شتي نتايا راه ماشي هو محمد السادس. محمد السادس راه غير ملك على المغاربة. إذن هذا الملك اللي شتيه اللي هو القدوس العزيز، اللي هو الأول والأخير والظاهر والباطن، الذي يأخذ وأتاك في حلمك وفي في منامك وفي رؤيتك لكي يبشرك، ومع انت غير حمار بحال كاع الملكيين، وجبتي لي المعلومه وحلتها. اذا ملكك اقترب اجله وقصر عمره، لانك رايت الملك. الملك مشي ملك محمد السادس، الملك الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم ومنكم، ها، ومن نعمره ننكسه، هذاك الشيها في الملك ديالك في الخلق، فيزيكلي اند مورالي اند انتلكتشلي اند كل شيء. من يكون مريض سقيم عليل وعاد من القيم الاخلاقيه ما عنده شيء، واش كاين شي نكسه؟ نكسه كاينه اكثر من هذه. قرنا التاريخ نتاع الملوك والنهايه ديالهم والحكام والطغاة، ان شاء الله السلامه. هذا دار لا سانتيز والخلاصه ديال جميع الموبقات والمسائل، هي ما يمكنش نقولها لي، انا بغيت الملائكه تخرج لي من الظل عندي، تخرج لي الملائكه. اذا شتي الملك ديالك، ها، شتي الملك ديالك اقترب اجله، وهذه هي قرحتك والغبينه ديالك والبكاء ديالك. راك لست بفرحا ومسرورا ومغتبطا، بل ستبكي وتبكي على يمك البوكي كما ستبكي على كاع الخونه. والايام بيننا، اذا صحت الرؤيه ديالك. اخنوس تعديل حكومي حيد جرع على كل شيء، هذوك الخبثاء اللي كاينين، وهذا خلى غير النقيلات الزوينين، وجاب واحد الفريق العمل عنده كاريزما، ناس نكت الحكومه هذه. المهم الله يدير شي تاوي. وعلاش غادي نجوعوا الشعب المغربي باش يبقى كيتخبط مع رجليه ويتخبط مع الكريديات، وما يقدرش يرد الكريدي، وخصو يهرب ولا خصو ينتحر ولا خصو يشد الفلوكه وعايش وشي ناس غير كيربحوا الوقت بلاصه ما يمشيو لصلب المشكل ويعالجوه، والمغرب والشعب المغربي يعيش في رفاهيه وطمأنينه وعايش مرتاح، والعائلات راجل ومرته ووليداته يمشيو للمطعم، يقدروا يسافروا مره في الشهر خارج المغرب ولا داخل المغرب، وهذا يدور. لا، احنا مضاربينها مع الكريديات، مضاربين الناس اش غادي ياكل، مضاربين مع كرشهم، سياسات الالهاء محيحة وغادي وصايقين البلاد. هذه حكومه، هذه المهم الله يدير شي تاويل الخير، وغنبقاو متفائلين. وكنقول لكم كل خطره، راه عاوتاني البارح حلمت هذه الحلمه، هذه خير وسلام، راه داك النهار حلمتها ودابا عاود حلمتها. فقد الصباح عرقان مالك رضا والو، حلمت بان الملك وفرحان مع راساتي كنقز بخير. الملك طير عز اخنوش تعديل حكومي حيد جرع على كل شيء، هذوك الخبثاء اللي كاينين، وهذا خلى غير النقيلات الزوينين، وجاب واحد الفريق العمل عنده كاريزما، ناس نكران ذات باغين غير البلاد تزيد لقدام، ناس محبوبين عند الشعب، ومشاهد الشعب المغربي فرحان، والناس ناشطه، الاقتصاد انتعش، فرص الشغل ما بقيناش مبرسطين، وهذا واحد المجتمع زوين.
مهم، حلمه زوينه وكتبشر بالخير، داكشي علاش متفائل. راكم سمعتوها، في الواقع، في الواقع خصنا نكونوا واقعيين وموضوعيين. واش كتعتقدوا الملك يحيد اخنوش ويحيد كاع دوك الفاسدين؟ بمعنى الا بغى يحيد الملك الفاسدين ويجيب الرجال ديال بصح، خصو يبدا من الهمة، المجيدي، الحموشي، كاع هادوك كلهم خصو يحيدهم. ممكنش يحيدهم محمد السادس، لماذا؟ مشارك معاهم المصالح، داروا جرائم ومشاركين فيها، توجوا بيناتهم، داروا هذاك تويزات يويزي كرا كيسني يسميو، وعندهم صور وفيديوهات، مشاركين كل شيء، مشاركين الشر والخير والزوينة والخيبة. هادو راه مزوجين وإلى الأبد، هادو راه ميمكنلهمش يتفرقوا، هذا راه ستان غروب بيان سيمونتي. واش من كدير واحد الدار وكتضرب مزيان وكتخلط الملحة مع القبس مع الرملة مع السيما، راه غتهرس الدار وكيبقاو داك ياجور ولا تبقى مع ياجور. ميمكنش، خصك ديروها بشي حاجة صحيحة. ميمكنش ملك غادي مي تكون شاف دوركاستر كله عيوب، ميمكنش يشوف العيوب تاع الاخرين، راه غير صغير كيكرا، راه هو العيب وهو المعضله هو المشكله، راه هما اللي غيغيروه ماشي هو اللي غيغيرهم. اذا ميمكنش هاد السيد اش كيفرح هاد السيد هذا بطريقه عقليه وموضوعيه، ولكن غادي نرجعوا للحلم ديالو والرؤيه ديالو. وقلنا لكم الملك هو الملك، كيعطي الملك وكينزع الملك، يعز ويذل، كيتحكم في التناقضات. هاد الملك هذا هو الذي سيذهب محمد السادس واخ النوشة ومن معهما. وسمعتوا اش قال الشعب؟ واش كتعدو الملك غادي يعقد يدير شي حاجه في مصلحه الشعب؟ لا يجوز ولا يليق ولا يقبل في مله الملك وفلسفته السياسيه وفي ناموس حياته وفي دستوره يدير شي حاجه للشعب. الا كاين شي واحد تيعتقد بلي هاد الملك ولا شي ملك واحد اخر غادير شي حاجه للشعب، نقول لك واحد القضيه، انت والله الا راك حمار وغتموت حمار وتموت في الفقر. إذا الملك هو الله سبحانه وتعالى اللي غادي يدخل، وعلاش لا غادي يدخل؟ ماشي حيت نتوما حمير ولا، لأن المناسك نتاع الله سبحانه والأمور ديال الله تقاشت. إيوا الذي أغلق مسجد الله كي لا يذكر فيها اسمه، تعتقدون أن الله غفير عما يعملون؟ راكم شفتو غير ولا البارح اخ نوش كيصندي الشرم تاع الابراهيميه والملك حداه، داكشي هذاك راه سيناريو مصاوب. هذاك السيناريو الملك محمد الوزير الاول كيصلي هذاك الصلاه كان اصلا ما يحضرش، وعلاش ما يوريهولناش ملي كان واقف يقول الله اكبر، وملي كان كيركع قنطاتو الكاميرا غير ملي كيسجد. وهذا هو اللي مهم خصو يدوزو ليكم، هذه هي الصلاه اللي جايه، وهذه ما هي الا تتمه لمحمد السادس امير المؤمنين. على انا خرجت من الديانه ديالكم باش ما نكونش الامير ديالي مع لو باب الرب ديال الفاتيكان في ذاك المسجد نتاع الدار البيضاء عند بيضاوة، حيت بيضاوة ما عندهم لا اثار لا ما اثار لا، هما غير النتيجه ديال أقلو ماريشال. غي في ذاك المسجد راكم شفتو يهودية اش ميخدين بيخدين خماجة روما عاشو وديك المسيحية،
وكان داك المغربي الله اكبر، وموراهم كاينه الموسيقى هادي راه غير تتمه، ومازال غيجي مسائل وحده اخرى باش ملي غيجي الحسن الثالث وفرفر لن يعلق الجرس. دابا ولاو كيبانوا، ولا ديك اللوحه كتبان ليكم شويه عقتوا بها ها غير شويه، قلت لكم ما تخرجوش، ما قلت لكم غير قلم ونديروا ستاك ستاك عقدوا عليها مزيان، راه هنا عندنا ان شوي في نتاع الدروس اللي كتأدي بينا فين نخرجوهم من البلاط وناخذوا الحريه ونحروا. اذا الناس عندهم الكاريزما، بالك واش عندو الكاريزما في لونتوراج نتاع الملك؟ واش الملك عندو الكاريزما باش يجيب شي واحد عندو الكاريزما؟ الكاريزما حنا اللي عندنا الكاريزما وحنا جايين. اذا تسنطوا لي شي شويه كيكا ياك، كيعجبوني هاد الملكيين، ما كاينش شي حمار في التاريخ قد الملكي والعبد. كاع الشعوب كتعرفوها اللي كتصفق للحكام ديالها ما ترجوش منها الخير، غتموت في العدم. مشيت مع السويديات والطليانيات والروسيات واليهود والشيشلو، ما عمرني شتي سويديه كتقول تيسي حنا، ولا ما كيهضروش على الحكام ديالهم، دائما كيطلبوا الزياده من الحكام ديالهم. شعوب متخلفه، حنا ما دير ربكم اش درتو، انتم متخلفين متخلفين، كديروا الصف على كل من هي حاجه. متفائل في الحقيقه ومتفائل حتى في الحلم ديالي، وان شاء الله غادي يكون خير. الله يحفظنا ويحفظكم، والله ييسر اموركم، والله يحفظ بلادنا من الفاسدين والمفسدين، وان شاء الله المغرب من افضل الدول العالميه قريبا. كنا ولا 9 شهور كنا عندنا الخيرات، غير هما ما عندهمش الفاسدين والمفسدين وتشفارت، وحنا عندنا، وحنا خصنا قطيعه مع هاد التشفارت وهاد الشيء، ونربطوا المسؤوليه بالمحاسبه، وغادي يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله غيكون خير، وفمك ربي، والخير ما شهدت به الاعداء، وغتكون القطيعه مع الشفره ومع المخره، وغتكون البلاد غتمشي مزيان، ولكن ماشي مع العلويين، لانهم النهايه ديالهم باينه، ورا عندك حجج دامغه وراك عارفها، لانك مشيتي ابن سيرين وشفتي الحلم ديالك، واخا تقرا ابن سيرين ولا ابن هذاك ما غاديش تفهمو، حتى لست اهلا لذلك. اذا تحيه نضاليه، وشاركوا في القناه لكي تعم الفائده. تشاو تشاو.